هل يجوز رد المحكمة أو المحاكم التي تباشر نظر الدعوة؟ لا يجوز ذلك. شخص أرسل لآخر رسالة نصية في نزاع بينهما يطلب فيه أو يعرض عليه أن يتم عرض النزاع على مركز تحكيم معين ووافق الطرف الآخر، هذه المراسلات النصية يعتبر اتفاق تحكيم مشارطة بعد وجود النزاع على أن يتم عرض هذا النزاع على التحكيم، وهو إجراء صحيح ويعتبر شرط للتحكيم.